على فكرة نحن لازم نحكي. ليش بدنا نحكي؟ لأنه ما لازم نضل هيك عم نتعامل مع بعض. والله أنت اللي فرضتي إنه نرجع نتعامل مع بعض، أنا ما بدي أشوف وشك. على فكرة أنت واحد وقح. أنا مو أوقح منك. شفتي وقاحتك لوين وصلتك؟ دحشتي حالك بالبرنامج معي، ودحشتي حالك بالسهرة، ودحشتي حالك بالسيارة. رح أترك لك إياها وأنزل. تترك لي إياها؟ ولا قصدك إنك تهرب؟ ما هو هذا العادي تبعك، إنك تهرب، لأنك واحد جبان، ما بتعرف إنك تواجه. من وقت حملت حالك وسافرت وما بقى رديت علي، وبالأخير شو؟ بتطلع متجوز. متجوز وحدة روسية. أنت بتعرفي منيح أنا ليش اتجوزت؟ أنا كل شيء كنت عم بعمله كرمالنا، بس أنت اللي قتلتي حالك إني أطلع على هاي البعثة كرمال شو؟ كرمال تلطشي برنامجي وتكسبي فرصة عمرك، والنتيجة شو؟ صرتي أهم معدة بأهم برنامج بأهم محطة، وأنا بالزور اللي قدرت أرجع أثبت للناس أنا مين. أنت غريب كيف بتفكر؟ لك معقولة عم تقارن القصتين ببعض؟ لك شو بيطلع الشيء اللي عملته أنت قدام اللي عملته أنا؟ لك رضيت معك إنه نتجوز بالسر على أساس تسافر وترجع، وبالأخير شو؟ سافرت وهربت وما عاد رديت. وعكلين هذا البرنامج من حقي. أول شيء أنا اشتغلت عليه مثلي مثلك، يعني إلي نصه. وتاني شيء لازم تتعود تخسر يا أستاذ مهند، ولا حضرتك تعودت على الربح وبس، ولو على حساب العالم. أنت شو بدك هلا؟ قصة وخلصت. أنا سافرت ونجحت وأنت أمورك ماشية، شو لسه بدك بقى؟ ما حزرت، القصة خلصت عندك، بس عندي ما خلصت. ودير بالك كتير منيح مني.